عاجل منذ قليل، الرئيس السيسي سنلجأ للجيش المصري إذا تطلب الأمر. وفي مفاجأة كبرى، صحيفة تكشف حقيقة تصريح منسوب لشيخ الأزهر عن مجمع السجون الجديد في مصر. وعاجل دنيا سمير غانم تبكي في أول ظهور لها بعد وفاة والديها. ومحامي مصري ينشر تفاصيل إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان. وعاجل ننشر اعترافات صادمة للمتهم بغرق 11 مصريا في ليبيا. وكاتب مصري يكشف معلومات عن سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين يوصل لي 2000 اعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وفي مفاجأة كبرى، صحيفة تكشف حقيقة تصريح منسوب لشيخ الأزهر عن مجمع السجون الجديد في مصر. بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أكبر مجمع للسجون في مصر، ظهر تصريح زعم ناشروه أنه لشيخ الأزهر وينتقد السلطة، ونشرته صحيفة الشروق. وتضمن التصريح انتقادا مبطنا للسلطات القضائية والسياسية، حيث جاء فيه: الله قادر على أن يجعل أول النزلاء في مجمع السجون الجديد قاضيا ظالما وحاكما ظالما، وأي ظالم كان ذا منصب وسلطان، فاستعيذوا بالله ولا تجزعوا. وقالت الوكالة الفرنسية للتحقيق من صحة الأخبار ودقتها إن صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعية تابعة لجماعة محظورة تداولت تصريحا لشيخ الأزهر أحمد الطيب يحمل شعار جريدة الشروق المحلية يعلق فيه على إعلان افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر. أكد أن ما تم نشره زائف، إذ لم يقول شيخ الأزهر هذا التصريح سواء لجريدة الشروق أو أي منصاتها على مواقع التواصل أو على أي منصة من المنصات الرسمية المسجلة باسم شيخ الأزهر. وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة المنشورة مفبركة عن التصميمات القديمة لمنشورات جريدة الشروق على موقع فيسبوك. وسبق أن نشرت الصحيفة الصورة المستخدمة أكثر من مرة قبل تغيير تصميم المنشورات على صفحتها الرسمية. كما تبين أيضا أن آخر ما نشرته جريدة الشروق عن لسان أحمد الطيب هو نعيه للمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى في 21 سبتمبر الحالي. من جهته، نفى رئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين لوكالة فرانس بريس صحة هذا الخبر، وقال هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة. وأضاف: نحن ضحية هذا النوع من الأخبار الكاذبة منذ سنوات، داعية مستخدمي مواقع التواصل إلى تعقب رابط أي خبر منسوب للصحيفة، وإن لم يكن في الصورة رابط يوجه لموقع الصحيفة فالخبر كاذب. وسبق أن ظهرت أخبار كثيرة مضللة نسبها ناشروها لصحيفة الشروق، وعملت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس بريس على تفنيد عدد منها في أوقات سابقة. مصدر معانا كان من بعض الوكالات. طبعا شيخ الأزهر ما طلعش وقال الكلام ده، الصورة كاذبة وتم تصميمها من قبل جماعة محظورة في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل منذ قليل، الرئيس السيسي سنلجأ للجيش المصري إذا تطلب الأمر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تعديات كبيرة على نهر النيل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة. أضاف أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء: الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده. الرئيس السيسي طلب وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش المصري. أكد أن التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة. وتابع المحافظة ووزارة الري ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها خلال 6 شهور، وكافة الجسور تكون زي كتاب ما بيقول. وإن تطلب الأمر نزول الجيش ينزل الجيش يا محمد، موجها حديثه لوزير الدفاع المصري. والمعدات تكون موجودة سواء 1000 أو 3000 أو 10000 معدة، وكل الجسور ترجع تاني زي ما كانت،
وكل بيانات الناس دي تبقى موجودة معانا، سواء تعدى على أراضي زراعية أو جسور. المصدر معانا كان من الشروق، واليوم السابع أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومحامي مصري ينشر تفاصيل إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان. كشف المحامي المصري خالد المصري أن النيابة المختصة أخلت سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان، وفي تصريحات لشبكة مصراوي أشار خالد المصري إلى أن محمود شعبان كان محبوسا منذ عام 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، لافتا إلى أنه صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها أمس الاثنين، وبالإشارة إلى أن النيابة كان قد وجهت إلى شعبان عدد من الاتهامات من ضمنها التحريض على أعمال عنف والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر يعني حزين معانا وعاجل. دنيا سمير غانم تبكي في أول ظهور لها بعد وفاة والديها. ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لأول مرة منذ وفاة والديها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري. ووصلت دنيا سمير غانم إلى مكان الحفل من الباب الخلفي للمسرح الكبير، إذ ابتعدت عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية ولم تمر على الريد كاربت. وجاء حضور دنيا سمير غانم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بشأن استلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي تبكي في الصور أثناء تكريم والديها. يذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح تكرم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم اللذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبد الغفور وفاروق فلوكس وإلهام شاهين وسامي مغاوري والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إيميل جرجس والناقدة أمال بكير. مصدر معانا كان من الوطن، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى من حضراتكم انكم تدعوا للفنان سمير غانم ربنا يرحمه، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ربنا يرحمهم ويغفر لهم بإذن الله ويجعلهم من أهل الجنة. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. ننشر اعترافات صادمة للمتهم بغرق 11 مصريا في ليبيا. نشر مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية المصرية فيديو لاعتراف المتهم في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا. وقال محمد محمود محمد إبراهيم الملقب بأبو سمرة صاحب المركب المنكوب إنه من مواليد المنصورة عام 88، ومتهم بغرق مركب كان عليه 11 مصريا غرقوا في الحادث. وأضاف: تعرفت على أشخاص قالوا لي إنهم يطلعوا لإيطاليا بطريقة غير شرعية، فأمنت لهم 51 شخصا وكان حجم المركب من 10 ل 11 متر. وأشار إلى أن محركا من المحركات توقف وحاول كابتن المركب أن يعيد تشغيله، وعلم الركاب بالأمر فأصيبوا بالهلع وتدافعوا مما أدى إلى اختلال توازن المركب وانقلابه ليغرق عدد منهم. وتابع في ذلك الوقت ألقى خفر سواحل الزاوية القبض عليهم وتواصلت معهم وقالوا لي أن هناك 11 شخصا فقدوا منهم شخص توفى. ومن جهة أخرى كشف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي أحد الناجين تفاصيل غرق المركب وقال: كنا نتعرض للإهانة والضرب أثناء الرحلة إلى إيطاليا. وأضاف: كان يتم التعامل معنا على أساس أننا بضاعة يتم تحصيل أموال عليها فقط، وكنا بنركب فوق بعضنا في المركب أثناء رحلة السفر لإيطاليا. وتابع خفر السواحل الليبي أنقذنا من الغرق وقال: تم التواصل مع السفارة المصرية في ليبيا وترتيب عودتنا إلى مصر. مصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وكاتب مصري يكشف معلومات عن سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كشف الكاتب المصري الكبير عبد الله السناوي عن تفاصيل جديدة حول سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قبل عام 2011، وقال في حديث مع الإعلامي عمرو أديب إن نظام مبارك وقع إكلينيكيا في 2005
لكن التنفيس أمام حرية الصحافة أطال أمد النظام حتى 2011. أضاف في الوقت نفسه أنه كان مناخ الحرية في تلك الفترة أفضل، وأشار إلى أن الحرية والتعبير هي اللي أمدت في عمر نظام مبارك لبعد 2005، لأن الحرية كانت واسعة أكثر من الآن، ولكنه سقط لأسباب كثيرة كان من ضمنها سيناريو التوريث وحجم الفساد وانتخابات عام 2010. كانت ضربة النهاية بالنسبة للنظام. المصدر معانا كان من MBC مصر، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان تعليق الكاتب المصري الكبير عبد الله السناوي مع الإعلامي عمرو أديب أمس في البرنامج التلفزيوني المذاع على MBC مصر الذي يسمى الحكاية. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف خبر أخير معانا، وزاهي حواس طالع علينا التصريح وبيقول أنا ببحث عن مقبرة إم حتب في سقارة. ألقى عالم الآثار المصري المعروف الدكتور زاهي حواس في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، وذلك في إطار فعالية أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية التي تقام حاليا في موسكو. وكان بين الحضور سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري ومندوب من وزارة الخارجية الروسية ونائب في مجلس الدوما البرلمان الروسي والعديد من مندوبي الهيئات الحكومية. وألقى السفير إيهاب نصر محاضرة ثم عرض فيلما عن زاهي حواس لمدة 8 دقائق. وقال حواس إننا نبحث الآن عن مقبرة إم حتب في سقارة، وقد بدأت البعثة بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نيفرتيتي في الأقصر. وتحدث حواس عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تيتي، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار وبلطة من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب ومراكب وأقنعة خشبية ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة. كما تحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر والتي تعود تاريخها إلى عهد الملك أمن حتب الثالث، ودام استخدامها من قبل توت عنخ آمون أي منذ 3000 عام. وأشار حواس إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمن حتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون أي منذ 3 أعوام. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد وقريب، وكان معكم العبد لله إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج. تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.